السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأعزائي. نبينا الكريم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أشد الناس رحمة بأمته، وهذا أخبرنا به أولا ربنا جل جلاله، فقد قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. كم كان يحث على أن ينقذ الناس من الضلال ويدخلهم إلى الهداية لنجيهم من عذاب الآخرة. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بنا ما رواه لنا سيدنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. أرأيتم يا أصدقائي كم وصل الله عليه وسلم رحيم بنا؟ ألا يستحق هذا النبي أن نفديه بأرواحنا وقلوبنا؟ صلى الله عليك يا سيدي، فداء أبي وأمي يا رسول الله. صلوا الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.